استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر القضيبية هذا اليوم مع الشيخة مي بنت محمد آل رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار حيث قدمت لجلالته مجموعة من الإصدارات الثقافية لهيئة الثقافة والآثار كما عرضت على جلالته استعدادات الهيئة للمشاركة في معرض إكسبو 2020 في دبي وقد أشاد حضرة صاحب الجلالة بالجهود الطيبة التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار في سبيل الحفاظ على التراث الوطني الاصيل والمعالم الحضاريه والثقافيه التي تميزت بها مملكه البحرين، بالاضافه الى اثراء الحركه الثقافيه والادبيه. متمنيا جلالته لرئيسه الهيئه وكافه العاملين في هذا القطاع دوام التوفيق واستمرار التقدم والنجاح، متمنيا للهيئه كل التوفيق والنجاح في المشاركه في معرض اكسبو 2020 في دبي بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه. وقد وجه جلالة الملك المفدى يده الله هيئة البحرين للثقافة والآثار بأهمية الاهتمام بالبيوت التراثية في جميع مناطق المملكة لما لها من ملامح عمرانية بحرينية أصيلة كما نوه جلالته بهذه الأصدارات القيمة وقد أعربت معالي الشيخ مي بنت محمد آل رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عن خالص شكرها وامتنانها لما يلهي جلالة الملك المفدى حفظه الله من دعم متواصل للثقافة والتراث وعبرت عن أملها في أن تسهم مشاركة الهيئة في معرض إكسبو 2020 بتقديم البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال الثقافة والتراث الإنساني، مؤكدة أن هيئة الثقافة ستعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك من أجل المشاركة في هذا المعرض بالشكل الذي يعكس حرص البحرين بالاهتمام بالثقافة والآثار.